يا عبد الهادي، شفت كيف خالد كيف صار؟ كان اخص منك، شكله مكينه نادي يا شيخ. نادي نادي مين يا عمي؟ الله يستر عليه يا شيخ، الرجال علوم عنده يا شيخ. لا روينا يهو يا عيال، وكونا من الغيبه، الله يستر على الرجال، مالنا مال الناس. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.